بيه وتعترف بيه. احنا بنعترف بيه من اول ما حتى يمكن في طلائع الجيش، واحد في ماتش طلائع الجيش قلت على طول يعني قلت لا احنا في جزء احنا غلطانين فيه جدا، اهتمينا قوي، ما كناش نعرف ان بطوله الدوري ب 200 بطوله افريقيه، ما كنتش عارف والله يعني لحد ان الدوري هو اهم من البطوله الافريقيه. يا نهار اسود، لا اهم مش كده؟ طبعا ده في مقياس مين؟ لا مقياس اللي بيقول لك الدوري هو اهم بطوله، مش بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا يعني والله خلاص احنا هنشتغل السنه الجايه شغل جامد جدا عشان ناخد البطوله الاهم ب 200 بطوله افريقيه دي. ب 200 بطوله افريقيه يعني انا واخد من 42 في 200 غني قوي. لا بتشوف الكلام ده التقليل من بطولات الاهلي. بص احنا هنخش يعني في الموضوع على طول من غير لف ودوران. اتفضل. المشكلة الكبيرة اللي دايرة في الشارع واللي مش ممكن هتنتهي غير ببعض الحاجات المسؤولة، اللي انت تلاقي الدنيا عليت قوي فتاخد جنب شوية عشان برضو انت عندك بلد يعني فلازم ترعيها بشكل كبير قوي، بلد وعندك جمهور طبعا، فلازم مش عايزين نسخن الدنيا طبعا يعني لكن انا من وجهة ايه اللي مطلوب يتعمل؟ من وجهة نظر الشخصية من وجهة نظر الشخصية يعني الناس تتفق ناس تختلف، مش ممكن ابدا تسلبني حق من حقوقي ورصيد وتاريخ وواقع وواقع بالنسبه لي وتقول عليه نادي القرن مثلا. يعني موضوع نادي القرن ده انت عارف يا استاذ احمد المشكله مش في الجيل اللي احنا عايشين فيه ده، المشكله الاعظم والاكبر في الاجيال اللي جايه. انت بتبني فكر لاجيال جايه ان انت في حق اتسرق منك، فالعيل الصغير ابو 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين بيتبني شخصيته وعقله وفكره ان لا ده كان حقي وانتزع مني. فده انت متخيل ده لما يبقى 15 و17 سنه ده هيبص لك انت ازاي؟ صحيح. طب هدي لك مثال يعني حضرتك مثلا يعني او اي شخص اتربى ان والدته ووالده بيقولوا له ده 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 الفيلا اللي هناك دي والارض اللي حواليها ده كان بتوعك، ده كانوا بتوعك والله، ده راجل خدهم كده وراح جايب عقد وزوره وراح كاتب معرفش مين عشان كان صاحب ابو ابن عمك، كان صاحب عمك فخدوا الارض منك. طب تخيل الفكر ده هيطلع باصص لعمه وابن عمه ازاي؟ هي دي المشكله الحقيقيه على فكره، دي المشكله اللي في الشارع ان انت بتقابل حاجه يعني موجوده محدش بيقول لك عيب عيب اللي انت بتعمله ده ولا انا خدته منك ازاي؟ طب ما انت برضه هتيجي هتقول لي ايه؟ يا عمي لا قال لك احنا الاكثر بطولات الاكثر يعني بطولات ايه؟ واخدين بطولات 9 أو 7 أو 9 قصاد كذا. طيب بص انا كنت بقول لك معقوله السبعه اكثر مثلا من 9 يعني كلام هقول لك على حاجه دار هقول لك على حاجه انا خدت الدوري ازاي؟ ازاي؟ سوري انا خسرت نادي القرن خسرت الدوري ازاي بس خسرت الدوري ازاي؟ انا و76 نقطه والزمالك 80 نقطه مظبوط كده؟ نعم. طيب الزمالك جاب 80 نقطه مني ولا من كل الانديه؟ كل الانديه. حلو جدا. طيب مجموع الماتشات بيني وبينه انا واخد 4 نقط. مجموع الماتشات بيني وبين الزمالك 4 نقط. بس محصلة الدوري هو جاب نقاط اكتر. نعم. مظبوط كده؟ نعم. خد الدوري. نعم. هي كانت البطولة الافريقية او نادي القرن مرتبط على نظام الدوري. ان انت بتجمع خدت بطولة افريقيا كذا، خدت بطولة دوري ابطال، ابطال الكؤوس، دور الثمانية، سيمي فاينل، هو كده، هو ده كده. فعشان كده انت وصلت ان انت خدت نقاط اكتر. فعليت اكتر. فبقى ترتيبك مصنف اكتر. واديتك مثال بالدوري. نعم. طيب السؤال المهم جدا 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 بمنتهى البساطه والهدوء، منتهى البساطه والهدوء، احنا من 3 دقايق بس قلنا لكابتن صلاح سليم يعني كان خد قرار ودي من الحاجات اللي مزعلاني والله لحد دلوقتي، لان احنا من 93 من 93 هقول لحضرتك من 93 ل 2000 انت واخد الدوري العام كله. يعني واخد 7 سنين دوري من 93 ل 2000 ل 2000 تمام. نادي الزمالك عشان بس ما حدش يزايد علينا احترامي الكامل ليه كويس كاداره وجماهير ولاعيبه حتى لما انا لما يعني حتى بيشتمني حتى الناس بتشتمني ده في الاخر جمهور انت ما تردش على الجمهور ابدا جمهور نعم. له وجهه نظره وله احترامه وله تقديره وله وضعه وله تعامله وله طيب هنتكلم على الجمهور من 93 ل 2000 انت واخد البطوله الدوري بتاخد البطوله واخد البطوله المحليه على طول النظام في افريقيا اللي ما حدش برضه بيتكلم فيها خالص لحد سنه 2000 او في الفتره ديت يعني في حقبه الزمن دي كان اللي بيروح دوري ابطال افريقيا كابطال دوري واحد بس مش 2 يعني اللي بياخد دوري الدوري المصري بيروح دوري ابطال افريقيا بس تمام بس يعني مفيش التاني يعني دلوقتي ب2 يعني مصنفينها الاتحاد الافريقي ممكن ياخد عدد من الدول ياخد منهم 2 تمام. فالحد من 93 ل 2000 كان المفروض يروح دوري ابطال افريقيا
الاهلي. الاهلي اه تمام. انا عايز اقول لك ان في اتنين بطولتين 94 و96 اللي خدهم نادي الزمالك خدهم عشان انا مش مشارك، عشان الاهلي مش مشارك. تمام. يعني انا كان قرار كابتن صالح ان انت ما تشاركش في بطوله افريقيا بعد مباراه السوبر. نعم. بس الزمالك كان بطل دوري 92 مش كده؟ لحد سنه 92. ايوه. لكن هو راح من 93 بطل 92 فراح. لا راح 93. راح 93. 94 خدها الزمالك و96 خدها الزمالك. أيوة. تمام. لكن انا من 93 لسنه 2000 كنت انا البطل. البطل يعني المفروض ان انا اللي اروح اصلا. تمام. بس انا بقراري ده ان انا ما اروحش في البطولات الافريقيه فالاتحاد المصري بيودي الثاني. نعم. فاهم حضرتك؟ نعم. بيودي الثاني. فالنادي الزمالك راح عشان انا ما روحتش. تمام. يعني خد عشان بطولتين. عشان الاهلي ما راحش طبعا. خد بطولتين 94 و96 عشان الاهلي ما شاركش. لان هو حامل اللقب وبياخده واحد بس. نعم. وبياخدوا واحد بس. فاذا انا لو كنت بقى يعني لو انا راجل يعني اناني يعني لا مش اناني لو انا الاتحاد الافريقي ده تبعي وهم اللي طابخين الطبخه ومصطفى مراد فهمي لا يخش الجنه بسبب الموضوع ده اصلا يعني كان هيقول لك ايه يا عم انت خش واطلع من الدور الاول. ما هو الزمالك خد بطولتين اهو. لو انا دخلت ما كانش هيخشهم. الزمالك ما كانش هيدخل. ما كانش هيخشهم اساسا. نعم. طيب لو انا يعني متحكم قوي قوي في الاتحاد الافريقي كده متحكم جدا في الاتحاد الافريقي، طب ما انا ما كنتش خليت الزمالك اساسا ياخد 94 و96 لو انا راجل متحكم انه ما يشاركش. لا حتى لو شارك مكاني ما خلوش ياخد البطوله. مظبوط. طيب لما انا ارجع سنه 98 وانا متحكم قوي في الاتحاد الافريقي يعني انهي اسهل؟ ان انا اغير لك النظام عشان تبقى انت بطل القرن. تمام. ولا ادي لك بطوله عشان تساعدك ان انت تبقى بطل القرن. نعم. لو انا بقى يا راجل يعني قادر فطبيعي يعني الاهلي ما خدهاش مجامله من الاتحاد الافريقي. مستحيل. او تاثير مصطفى. مستحيل. فارجع لمرجوعنا الاساسي. تمام. انت طول ما انت عايش بالمبدا ده هتبقى في حاله وحشه مش حلوه. الحاله دي عند الاهلاويه عند الزملكاويه. الاثنين خلي بالك بس لما هنيجي عند الجد الاثنين هيقفوا مع بعض وقفه بنت لذينه وحصلت يعني. كتير جدا يعني مثلا هتلاقي لما لو في مشكله عند النادي الاهلي انا متاكد يعني بشكل كبير قوي زي مثلا احداث بورسعيد مثلا. نعم. او احداث الدفاع الجوي. نعم. كله بينسى الميول. كله بينسى الفانيلات. نعم. لكن احنا في الاول والاخر بنتكلم في الرياضه في الكوره. انت بتحاول تدور على حقك وانا بحاول ادور على حقي، لكن انا بقول من وجهه نظري الشخصيه ان الحاجات اللي ممكن تبقى ليها تاثير شديد جدا في الشارع تأثير سلبي جدا. أيوة. بمفهوم اجيال جايه ان انت بتربي اجيال على لقب انت ما تستحقوش وبتقول لا ده حقي تالت ومتلت وخدوه بالشكل الفلاني. الحاجه الاهم من دي بقى ان انت في حاجات يعني انت بتشوف ان الاهلي متميز فيها جدا وانا مش قادر اعملها. مثلا سواء كان بطولات ولا حاجه، يعني تيجي تسال مثلا اي حد وتقول له مثلا الاهلي خد 42 يقول لك بالحكام. تيجي تقول له مثلا الاهلي قال لك فوتوا ال 42 خدتهم بالتفويت. تيجي تقول له مثلا الاهلي مبادئ وقيم وبتاع يقول لك مبادئ وقيم ايه ده ما عندهمش حاجه خالص. تيجي تقول له يا ابني الاهلي مثلا يعني الاهلي وجمهوره واحد يقول لك يا عم ده سمعا وطاعا. طيب يعني لو انا يعني متمسك قوي بالحكام قوي يعني الحكام بيجاملوني يعني في مصر الحكام بيجاملوني في مصر. تمام. طب على النطاق المحلي والنطاق الافريقي انت عارف هو مش مقيد على فكره. انت بتحاول تدي حقائق وغيرك بيدي كلام بس يعني انت بتحاول تأدي حقائق. نعم. حقائق كأهلي بتقدم حقائق. حقائق والآخرين بيقدموا كلام. كلام ده يعني المقصد يعني. ومع ذلك برضو انت يعني حتى بطولة الدوري على فكرة يعني بطولة الدوري اللي انت اللي حضرتك ممكن تكون معلومة او حد ما يعرفوش يعني انا طلعت قلت مبروك لنادي الزمالك او بعد ماتش الجيش. نعم. ممكن يكونوا تعبوا اكتر مننا، ممكن يكونوا اجتهدوا اكتر مننا، ركزوا اكتر من كده. نعم. مننا فمبروك. نعم. انا عايز اقول لك على مش مسألة سر لكن والله ده اللي حصل. يعني بعد الماتش واحنا في الجونه حتى في كلمه كابتن خطيب لما نزل يعني. نعم. تمام. كنا محضرين كلمه او كابتن خطيب كان محضر كلمه تهنئه لنادي الزمالك. تمام. لكن لما بعد المباراه ان في شتيمه بتحصل ما بين لعيبه ومحدش قال لهم حتى يعني محدش استنكر. يعني انت لما رجعنا من بعض لاعبي الزمالك تقصد؟ طبعا. لا طبعا. نعم. شتيمه للاهلي او جمهور ولا كان لمين؟ طبعا للاهلي لجمهوره. للجمهور يعني. نعم. طبعا. نعم. لما رجعنا من مباراه دوري ابطال افريقيا من كايزر شيفز واحنا في الطياره انا هقول لك الالفاظ اللي اتقالت بالظبط يعني. فاتقال ان في حد في قناه الاهلي عمل حاجه في كده يعني مش بعد تهنئه نادي الزمالك يعني. فكان القرار على طول ايه؟
يعني ان انت بتخاطب قناة الاهلي وبيستنكروه وبيحققوا معاه والمعلومة اللي عندي ان الشخص ده اتفصل شخص وانتوا في الطيارة واحنا في الطيارة ما قابلناش اي شيء ما قابلناش اي حاجة خالص اي حاجة وده انا الكابتن الخطيب قال لك يعني انتوا لازم يعني تبوظوا لنا يوم زي ده الناس يعني محترمة معانا جدا فلازم نحترمهم جدا جدا ده كان الكلام اللي بيتكلم على نادي الزمالك محترم معانا جدا في التهنئة في التهنئة فلازم انت تبقى على نفس الكلام نعم لكن لما انا ووقفنا الراجل الزمالك سحب التهنئه بعدها يعني يعني حاجه تخصه قراره يعني ما تقدرش تقوله لكن لو اللي انا بقول لك اللي انا عشت سحبها عشان في بعض الجمهور خرج شتم زمالك شتم كابتن الزمالك فهم سحبوها بناء على ده مين في ده شخص قناه احنا ما قبلناش ده وبعتنا لقناه الاهلي وكابتن الخطيب كان سير جدا في الموقف ده انا شفته بعيني انا شفته في الطياره انا شفته في الطياره كان عندنا كان معانا يعني مهندس خالد مرتجي ومهندس خالد درندلي والاستاذ خالد درندلي وكان معانا الاستاذ طارق قنديل وكان معانا محمد الجرحي كان معانا عدد كبير جدا من مجلس اداره كان معانا يعني فاستنكار شديد جدا جدا لموقف شخص تمام ومطالبه بالتحقيق فوري وقناه الاهلي ومسؤوليها يعني خدوا القرار فاحنا بعد ما مباراه الجونه كان كابتن خطيب يعني متفق مع الاداره الاعلاميه ان احنا هنطلع تهنئه ونتكلم على طلعوا زي بيان يعني زي بيان بيان تهنئه تهنئه فانت لما يجي لك سحبتوها طبعا انت لما انت عندك لعيبه بتشتم جمهور عندك طب يعني طب اطلع استنكر اطلع قول مثلا ده ما يصحش وبعيب يعني كنت منتظرين استنكار من اداره نادي الزمالك طبعا ولو كان حصل كنتوا عملتوا التهنئه طبعا يعني نفس في الاول والاخر رياضه ممكن اتكلم معاك وتتكلم معايا لكن في الاول والاخر رياضه نرجع بقى لحته ايه ان جمالات افريقيا الشعارات بتاعتك اللي انت بتيجي تتكلم فيها تقول لك ايه 42 دولي خدوا 42 دولي احنا خدوهم ازاي خدناهم ازاي؟ يعني مش فاهم يعني خدتهم زي ما اتقال كده بتفويت والحكام وبمسانده منظومه بتساند الاهلي طيب وبالتالي حصلت 42 هنتكلم بارك قال لك لو احنا كنا زيه كنا احنا اللي بقينا 42 مش 12 او 13 طيب هنتكلم برضو بالارقام يعني يعني اخر 10 12 سنه مش هروح لبعيد قوي اخر 10 12 سنه ممكن اكون واجهنا نادي الزمالك مثلا حوالي 22 مره يعني في 11 اثنين مرتين بنواجههم مرتين في السنه مرتين في السنه تمام غير البطولات الافريقيه غير البطولات ما هرجع لك بطوله افريقيه بطوله افريقيه الدوري ففي الدوري مرتين في السنه مظبوط كده دور اول ودور ثاني 22 مره تمام سيبك ان في في اخر 14 15 16 سنه احنا اتغلبنا من الزمالك مثلا مرتين تمام نعم فال 22 دول اخر 11 سنه دول 22 مره كان لهم حكام اجانب ما عدا مواجهتين في الدوري بس عشان ما حدش يلخبط مواجهتين مواجهه قادها ابراهيم نور الدين في 2014 تمام وكسبناه 1-0 ومواجهه ثانيه كانت مع محمود البنا او ثلاث مواجهات محمود البنا في كابتن محمود البنا في الموسم ده وكسبناه برضه 2-1 والمواجهه الاخيره كانت تحت قياده الكابتن امين عمر وتعادلنا 0-0 ومواجهه كانت في 2016 2017 كلهم بحكام اجانب كل مواجهات الزمالك كلها على مدار السنين بحكام أجانب. أنا عايز أقول لك على معلومة في منتهى مش العجائب يعني لكن حقيقة أنت عارف أنا اتحاسب عليا كام بينالتي في ال 22 مواجهة دول؟ أيوه كام بينالتي؟ وأنا بقابل نادي الزمالك يعني ثلاثة. منهم اثنين بحكام مصريين. كابتن إبراهيم نور الدين وكابتن أمين عمر. في ال 22 مواجهة. تمام؟ ومواجهة ثانية كانت في 16 17 ضاعت برضو يعني كان حكم ان لم تخن الذاكره كان حكم ايطالي او اسباني حاجه كده يعني يعني ثلاث ضربات جزاء في 22 ماتش في 22 مواجهه ضربتين من الثلاثه بحكام مصريين بحكام ضربتين من الثلاثه نعم والثلاثه ضاعوا تمام اذا انا تحت قياده تحكيميه اجنبيه تمام يعني انا مكتسح جدا طيب لو انا يعني برضو راجل لراجل يعني جامد قوي مع في التحكيم جامد قوي في التحكيم المصري طب هنروح في افريقيا انت عارف في افريقيا مثلا احنا من اول مواجهه مع نادي الزمالك افريقيا كانت 2005 عدد المشاركات والمواجهات اللي مع نادي الزمالك من 2005 لحد دلوقتي كام تسعه طب احنا كسبنا سته وتعادلنا ثلاثه ما خسرناش ولا ماتش افريقيا ما خسرناش ولا ماتش ولا ماتش من التسعه ولا ماتش نعم تمام طب هقول لك على الاخطر من كده انت عارف ان مفيش مواجهه ما بيننا وما بين الزمالك افريقيا كنا محتاجينها وتعادلنا مش خسرنا
كلها كسبناها. يعني الستة اللي كسبناهم سيمي فاينل 2005 ايوه تمام نعم. كسبنا رايح جاي تمام نعم. فاينل السنة اللي فاتت كسبنا المباراة نعم. دوري المجموعة بتاعت ضربة قاضية دي اه بتاعت قفشة او القاضية ممكن في 2008 ايوه و2012 و2013 13 كلهم كنا القرعة بتجيبنا مع بعض في المجموعة نعم تمام. فالست مباريات والست مواجهات لان هي مواجهتين نعم. الستة احنا تعادلنا ثلاثة وكسبنا ثلاثة تمام. تعادلنا ثلاثة وكسبنا ثلاثة. مفيش مواجهة زي ما قلت لك كنا محتاجين ان احنا نكسبها وتعادلنا، لا كلهم بنكسبهم ما عدا التلات مواجهات دول، فيهم واحدة بس كانت في اول ماتش اللي كانت في الجونة ب 22/7 دي سنة 2012 كان تاريخها 22/7/2012 تعادلنا 1-1 كان تقريبا يعني احمد جعفر جاب جول في الدقيقة الرابعة والخامسة وابو تريكة تعادل لنا في الشوط الثاني. المباراتين اللي تعادلناهم مرتين، مره 2-2 ومره 1-1 دول كانوا في اخر المواجهات. 2008 كانت قبل الاخيره وكنا صاعدين فمش محتاجين الماتش اصلا، والمواجهه الثانيه كانت في 2012 برضو كانت 1-1 في برج العرب وما كناش محتاجين الماتش. اذا انا في دي حقائق، هنتكلم على حقائق. حقائق يعني ما حدش يطلع يقول الحاجات والبيانات والمعلومات اللي قلتها دي غلط، لا طبعا دي حقائق معلش بناكد عليها تاني ان دي حقائق على الارض. طبعا انا برضو يعني انا مش هتكلم في الموضوع ده كتير بس يعني عشان ما يبقاش طالع اتكلم على فرقه تانية، انا طالع اتكلم على الاهلي نعم. بس انا بتكلم ايه اللي ممكن يكون مش مساله بيزيد التعصب بيزيد نبره الخلاف، الخلاف اللي ما بينك في الشارع ده ان انت بتحرمني من حق يا ابني انا عملته في تاريخ ده تاريخي. طب قول انا هعمل السنه الجايه يعني ان شاء الله الرحمن هقدم إن موسم كويس وهبقى كويس وان شاء الله الرحمن وابني على ده نعم. واروح من ده واجي من ده. ايه هدف ده؟ هدف هذه منازعه؟ بص في قاعده بطل القرن انا لا احنا مش انتوا ليه المنازعه؟ اللي مش هتقدر تعمله هتشكك فيه. اه ده 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 دي قاعده في الحياه على فكره. يعني دايما يقول لك ايه اللي عنده انطباع سيء عن الحياه عنده انطباع سيء في الموت. يعني اللي يقول لك الحياه وحشه والدنيا صعبه وانا هموت احسن لي وانا 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 ده يعني